السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نقدم لكم طاجين الخضرة ساهل ماهل واقتصادي ودغيا كيطيب. نبداو على بركة الله. عندنا واحد نص دجاجة، عندنا هنا البطاطا، خيزو، مطيشة، بصلة، وعندنا هنا الحامض مصير، وثلاثة دروسة ديال التومة، عندنا الكزبرة ومعدنوس، عندنا الملحة، عندنا واحد ربع كاس ديال الزيت، وعندنا هنايا في التوابل عندنا هنا سكينجبير، عندنا هنا الكمون، وعندنا البزار، وعندنا الخلقوم. كنشدو الدجاج حسب معلقة صغيرة، ندير شوية البزار، ندير شوية سكينجبير، ندير واحد شوية الكمون، ندير شوية الملحة، ندير شوية ديال الثومة. Thank you.
ندوزو نديرو الحوت شي شويه. هذا درنا ديال الطين ما كيطيبش دغيا تيتهبط. هذا دغيا كيطيب غير وقت مزروع الطاجين ديالنا وجد راه تيجي ساهل ماهل وزوين وتيجي معلك. ودرنا عليه شويه الزيتون. وما تنساوش تابوناو معايا وتشاركوا معايا في القناه ديالي. و الى فيديو